أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم وحلقة جديدة من برنامج ما جينا يا ما جينا، الموسم الخامس. رمضان كريم وصيام مقبول وكل الهلا بيكم. بطل السوالف معاي مال هسه هالشكل اشيل هذا الوسخ كل ريشتك شيخ. انا اخلاقي ما تسمح لي اعمل هكذا، اروح علينا وعاتبه ما عاتبه والله لو واحد. انا يا بانا صباح الخير. خير؟ هو اللي يصير جيرانك يصير فاس وخير. ما تقول ليش تريد موتش الصبح؟ الصبح اعرف ما تبطل هاي السالفه البي سي مالتك. ليش زدت وسخ مقابل بيتي؟ ليش؟ سمعت كلش عليك، هو وسخ وعن زدته قابل اجد يصير له. لا اله الا الله، والاش وسخ وعن زدته؟ ما هاي ادي ايجار، يعني تقبل هسه ازت وسخ هون اخليها مقابل بيتك؟ مزهريه هون؟ طبعا ما اقبل. إذا كان ليش ما تقبل علي انا؟ ليش هالشكل؟ ليش هالشكل؟ ما بيناتنا هاي الامور، ايش بك انت بس تتعصب يا معود؟ ليش تتعصب عزيزي؟ اولا رب العالمين ما يرضاها، ثانيا الرسول وصى بسابع جار، يعني هي هاي وصيه الرسول؟ هسه لا تدوخ راسي، ما يعجبك اطلع من هون. هذا هو حليته ابو مخ الكموناي، حليته، لقيت لك حل مرتب. حبيبي عندك حل من الاثنين، لو تجيب واحد يشيل هذا الوسخ، لو تجيب لك واحد يشتغل بيت ويكون خلقه طويل ويتحملني. الله يوفقك حبيبنا. متحالك تصبح بوشك الجار حتى نفس الجزء ما يعجبه يخشى احد. هاي ويني يا مغا؟ عتشطف ايش عتعمل يا مغا؟ طب الله يجوز نايمي والله. خليفه تشيك نايمي المغا نايمي عش اعملها. كل العالم يقعدون زواني من الصبح، اكل شغل رعينتين نايمي. يا مغا ليش ساعه اشقد؟ راح يصير ساعه وحدي. خلي اخذ غفوه بس. غفوه ولا ما ود اقعدي دقير ربك. اقعدي انا اش الله بيليني. اقعدي اش اغيد رجال لازم يرجع يخشى اكل شغل البيت منظف. انت نايمي ليش؟ يا حبيبي تطلب دليفري. دليفري؟ والله راح يشيلني هاي المره، راح ينشال على وقت. والبابا بابا انا عليك متزوجكي. بس دخليني نايمي والله حرام عليك. نومي سليمه. اتفضل قلبي حبان هذا الوجه بالعافية. عيوني امرني مضبوط هذا التفاح مالك؟ مضبوط الحمد لله. شايفكم والله بلا زحمة. شنو؟ تفضل امرني. طيب خوي خلي لي كيلو من هذا وكيلو من هذا. كيلو شنو؟ بدك كل 5 كيلوات يا معود. هسه احنا هو نفرين، ايش عليك انت؟ خلي كيلو بكيلو. يابا ما يكفيكم يا معود، هسه ما شاء الله لطيت وحدي بالعافية. اخوي انا بكيفي عسى ما اغيد 100 غرام، انت ليش تتدخل؟ خلي وسكت. يا خلينا لك، تفضل. هاي شنو هذا شنو؟ دقيقة. عسى تضحك علينا، صح؟ يابا تعبان هذا، عاد خلي لي خيس. اخوي هذا الموجود يعجبك لو لا؟ هذا غش، خو ما ايش قدامك طليان؟ طليان مبابي.
ما شاء الله كوميدي كوميدي. ماشي. حبيبي خليني من هذا من قدام مثل ما عاد اشعه انا اغيده، لا تخليني من هذا الجو، هذا الجو تعبان. الله يرحم اهلك، هذا ماشيين براس منه غير براسك. ما انت بهالطريقه عطى عم ولادك حرام والحرام ما يدوم. قام يحكيني بالحرام والحلال، تعال حبيبي بسك. ما اريد اخوي، ما اريد ايش اعمل، ما اريد اشنو ما اريد، وين بيعلمن هذا؟ ولا اخوي يا تخلي لي من هذا المرتب دع عينه كله مرتب مثل الطعم هذا، لا تخلي لي من هذا من جو من الصينيه. اخوي نفس الشيء يعجبك ولا لا؟ لا ما اريد. دواح يلا هوينا. انت الدواح. انا الدواح. ايه تعال جيب ربع اكلها ان شاء الله ما بالعافيه. تعالي مع هاي الدنيا، هذا ما عيجرع هذا، وهذا عيغيد يغش على هذا، وهذا يغيد ينص على هذا. تالي هلا حجي، هلا بيك يوم على راسي. ساعدني الله يخليك. اوه يوم والله ما ظل دينار بجيبي، نسيت الجزدان بالبيت. اوف اوف ايش فيك ابني؟ احس مهموم. ايش وك احد مرتاح بهاي الدنيا يا يما؟ شكلك من حلال. عز الله، الله يبارك بيكي يحفظك ويرزقك. احكي لي انا مثل ابنك ايش بيك؟ والله يوم هاي الدنيا صيغه ما تنفهم، هذا يريد يغش هذا، وهذا يريد يكذب على هذا، وهذا يريد ياكل هذا، وضاعت الدنيا واصلع. ابني راح اعطيك شكراي، راح تعدل من حياتك. حجيك نخرفت. اي يوم هاي الشكراي ايش راح تعمل بالله؟ راح تعدل العوجة؟ امسك ابني. يابا هاي راح تعدل العوج ان شاء الله. والله مليح يوم، هي زعماء ودول ما عدلت للدنيا، هاي الشكراي تتعدل. الله يلصقك ابني. مجمعين يوم مجمعين. حامض حلواي تعدل العوج. ايش هتعمل؟ اه حبيبي مو على بعضك احسك. الله يا رومانسي، الله اخبارك جاري؟ مليح. كام داون كام داون، ايش بك عصبي انت؟ عصبي؟ طبعا اتعصب، اذا انت يوميا زدت الوسخ بتخليني هوني مثل المزهريه، تغيرني ما اتعصب عليك؟ يا عيبة العيبة، انا اخوي هذا الوسخ كله راح انظفه واشطف لك المكان همينه. هاي انت؟ جديات عاد تحكي؟ ايش بيك؟ الرسول وصف سابع جار، بعدين انت جاري اللزغ، ايش ما انظف لك المكان يا اخوي؟ يا ابوي ايش اخوي الاخلاق؟ اخشى انت منين جت عليك هاي الاخلاق فجأة؟ ايش دعوة؟ ايش صار؟ اجنو جرى؟ يابا احنا جيران، قول يا الله، ويومية راح اجيب لك جماعة ينظفون الفرع كلته، وإذا عندك غير منطقة وسخة هم ينظفوها، وإذا وحدة من قرايبكم وسخة يجون ينظفوا للبيت بعد ايش تغيد، تأمرني أمر. يلا أخوي يلا روح روح على بيتك، شكرا. دخل الوسخ معي أخوي، ما أعرفه ما أعرفه، قول يا الله قول يا الله. ايش هذاك الرشع على الانتخابات؟ يابا لا تجيب ايدك، لا تجيب ايدك أخوي. تعال عيوني، تعال غاتي عن نظيف. السلام عليكم. هلا حبيبي، هلا قلبي. قد اسمع شغله اسمها لقي بيدك، موجودي عندك؟ اكيد امسك هاي ولقي بيدك. لا 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 والله، والما تعجبك خيس شيء شيلها الله يرحم والديك خليها تصفح. ليش بقى؟ اعطيها العلف للحيوانات. هاي انت؟ ايه لك يا شبالك. ودادة ما عاد اصدق عيوني. حبيبي الله. انت انت انت؟ انا اريد احلل رزقي، حرام ما تريد اغشك، ضحك علينا. هذا تفاح عراقي، هذا ضحك. اخوي ما تعجبك زدت صفحه الله يحفظك. يعني اهم شيء الرزق الحلال. الرزق الحلال اهم شيء. والله يا ابو انا الحام حلوه اشتغلت. اخوي لك ان داخل 6 كيلوات ما دام ماكل. الف عافيه الف عافيه. هاي تعباني. هاي شويه تعباني. جي جي جي. هاي من شوي وسخه بس تنظفها. بقى صاله والله. عجبتك؟ والله الحجي. الله يحفظك يا رجل والله. دقيقه خلي اكمل خلي اكمل. كمل حبيبي. هاي هاي تنظفت ما تريده؟ عن الحلال والحرام خلي خلي لك وحدي زيدي سكر. الف عافية. رحم الله والديك. خليها ما تل. لا 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 لا, لا. خليها اخوي. لا يا معود هالمرة على حسابك. والله والله على حسابك. هذا هو روح. ليش حيصير؟ ممنون اخوي. على راسي بالعافية حبيبي بالعافية الف عافية. يا الله يا الله يا رزق الحلال. يابا لا تجيب ايدك لا تجيب ايدك عيوني لا تجيب ايدك. يابا تعال شوف هذا البرتقال والله عسل، والقبة شوف برتقال هاي الدقلة ترقص. يلا عيوني لا تجيب ايدك يا غاتي حبيبي، تعال تفضل اخويا تعال
على حسابي والله اذا ما عندك. هلا هلا وغلب حبيبي وتاج راسي. ايش حيصير هذا؟ والله طبخت لك الاكل اللي تحبه واكلك بيدي همل. ويابا حواد تعال دقيقه ندلل بعد دخلي على القيل هي لا دخشاع. يا الله ايش حيصير؟ ما تقيل ايش حيصير؟ ايش اكو؟ ايش ما يصير؟ قررت ادللك ما يصير؟ والله يمكن مفعول الحامض حلو كل اشتغل. يعني تريديني تقنعيني هاليوم انت عملت لي اكل هالشكل لله في لله بدون مصلحه؟ اكيد اكيد مو اللي ببالك ما اريد اروح على اهلي الا انت تحن علي. والله يا يمكن مفعول الحامض حلو كل اشتغل. وين كان هذا الدلال؟ وين قبل؟ وين؟ من زمان بس انت ما غشيت. يبا هلا 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 دقوم قوم. الو قوم بمن عاد تحلم؟ ايش بيكي؟ ما تقليل ايش بيكي؟ بمن عاد تحلم والرقص والغنى؟ لا ماكو شيء عاد احلم شغلة حلوة. ماكو شيء؟ دقوم محتاجة 50 اللي بتطلع تسوق. اشتغلت رحمة الله. فعليا الاحلام كثير احلى من الواقع اللي عم نعيشه. من رخصتك وين؟ راح اجيب 50 ألف من الحلم واجي. أعزائي المشاهدين اليوم عندنا استطلاع. الاستطلاع هو راح نسأل العالم على الأخلاق. الأخلاق تغيرت؟ لا. أكو مواقف صادفتهم؟ خلي نفتر ونسأل العالم. يلا وصلناك مصور. تعال يا مصور. السلام عليكم. السلام. أهلا وسهلا. تعرف اسم مدير؟ إيه. مدير أو مدير؟ أوه. حلو. تعرف اسمك؟ حارث رياض. حبيبي حارث. بدي أسألك سؤال. احنا اليوم عم نفترى عن نسأل العالم عن الاخلاق. ايش انت تخشى على الاخلاق قبل هسه؟ ايش يختلف بيناتهم بين الجيران نفسهم؟ خصوصا اكو بين الجيران دائما مشاكل احنا نخشاها. والله اكيد احنا كل يعني خلينا نقول مثل ما يقول المثل اليوم خلي شوي نحكي امثال. كل جالنا اللي وراه بسبب دخول خلينا نقول الانترنت قبله كان الدش فسبب خلينا نقول ما نعرف شلون نتعامل مع هاي الامور اللي دخلت علينا أثرت كثير خصوصاً الانترنت. قامت تدخل عندنا ثقافات غريبة على مجتمعنا وهذا الشيء غير من يعني خلينا نقول بنية الناس. هسه لازم نناشد نقطع الانترنت وشيلوا الدشات. لا ما نناشد نقطع الانترنت. لا بالعكس لازم خلينا نقول المنظمات منظمات المجتمع المدني وهاي المنظمات هي تقوم دورها بتوعية الشباب خصوصا بدءا يعني بالمدارس. تخشى اكو اختلاف في الاخلاقيات بين قبل وهسه؟ اكيد طبعا لان كان قبل خلينا نقول تربيه الشباب اول ما يبدون مثل باعمار صغيره يبدون بالدورات الدينيه بداخل المساجد خلينا نقول المدارس كان المعلمين والمدرسين ما كان اكو تاب ولا هاي بالضبط بس على الطاش وقل له فكانت المدارس خلينا نقول دائما اسمها التربيه والتعليم كانت تبدا بالتربيه وكان المدرسين قبل يعني دورهم يعني يكون اكبر بالتربيه اكثر من التعليم. شويه هسه بدينا نبتعد عن هاي الامور ومثل ما قلت لك الانترنت سيطر على عقول خصوصا المراهقين. حبيبي شكرا. يا هلا. اقطعوا الانترنت شيلوا الدشات. لا انا شاقش بكم صدقتم بس احنا راح نفطر ونشيك بعد. ما اعرف اجاني انا كل ما نجي نصور حلقه اجي على الملابس ما اعرف يعني هو حاض لو صدفه لو عرف اسمك عمو. احمد خطاب سلطان. اهلا وسهلا بك عمو. اليوم عمو اليوم احنا جينا عن نسال العالم عن الاخلاق بين قبل وبين هسه او الاخلاق بين الجيران دائما تخشى في جاري الذجار اشني انت تخشى على هذا الموضوع انه عن الاخلاق تغيرت هي؟ والله هي المشكله بشباب هل وقت نتيجة الانفتاح اللي هاي احنا شباب الوقت شباب الوقت مع احتراماتي الله ايه. الانفتاح اللي صار التطور اللي صار ان كان هالشيء ما موجود عندنا يعني خصوصا بالنسبة لنا تتكلم عن محافظتنا
محافظتنا يعني معروف عنها محافظة كل الأمور كان ما موجود. فيعني الشباب صراحة يعني ما يقدرون يضبطون نفسهم. الحكي بيناتنا أكو جار مذيك لا بالعكس لا أكو واحد يزيغ اللي يدفع الوسخ بالساق والله موجودة هاي موجودة موجودة هاي موجودة موجودة صح هو موجودة هاي بشكر حجي الله يحفظك صح كل شاب يعني مثلا إذا بيدوا وسخايا مثلا تكرمون يضطر بالمكان المخصصة أنا عن نفسي ولا مرة كنت طريت يعني شيء بالشارع أو بالهاي الله يحفظك يعني هذا شيء مهم ثقافة لازم واحد الكل يتعلم منتزه هاك الشيء يعني هل من السنوبات يعني قلي لا بابا رأسان يشيل وخليه بالعلاقة شلالات عندنا هيشي كل عائلة خلي تيجي جايبة علاقة وياها تشيل الوسخ ماله وتطلع عمود البيئة الله يكثر من أمثالك ويحفظك يا رب الله يبارك فيك مشكور واحنا سألنا الحج بالبداية وسألنا البداية اكو واحد من الجيران مذيك خليه لا بعدين سألتونه اكو حد يدفع الوسخ خليه فهمنا بتأذي بالوضعية شوية الحج هسا راح نفطر بعد ونغشى الحال نغشى عوائل وهاي ونسأل ماشي زين هسا احنا راح نظل نفطر ونسأل بعد عوائل ونغشى ونشيك ونسألهم عن الأخلاق تغيرت لا والفرق بين قبل وهسا فهسا راح نطلع فوق على الطابق الفوق بما انه بيرو مطاعم امينا اطيق تطلع شكل اطيق تطلع مثلي اطيق تطلع بالعكس مثلي هذا سعودي يحرك مشاعرك يا خليك تلقي شعر هسا تطلع فوق انا نفسي بلقاء عائلي يا اخي نفسي مرة اعمل لقاء عائلي كم من اغواع يهربون مني طبعا ابد ما تعبتوا انا واحد افر ابد يعني بعد توتي صعدتوا هاك وهي ما فريتوا على كل حال السلام عليكم يا الله اسفين قاطعناكم على كل لا ما مشكلة الله يعوضك حجي حجي اليوم احنا عن نفطر وعن نسأل اسأل ايش اللي اختلف بالاخلاقيات بين قبل وهسه شلون الاخلاق بين الجيران بين الاصدقاء القرايب ايش اللي اختلف بين قبل وهسه والله قبل وين وهسه يعني اكو اختلاف اكيد الناس تغيرت يعني ما مثل قبل لا اكيد ما مثل قبل زين حجي اريد اسالك على معاناه اما اكو واحد من الجيران يدفع الوسخ ما ساقي عليكم لا لا معكم الحمد لله لا محلتنا ناس طيبة الله يحفظكم آمين يا رب بس يعني تخشينك اختلاف بين قبل وهسه أكيد خصوصا بالشباب أكيد بالشباب والشابات يعني العوائل كلها طلع عصوش بينا احنا الشباب لا 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 كلها ما بس الشباب لا كلها الله يحفظك يا أهل بيك يا مر يوني وصلنا الى نهايه الاستطلاع اخشعنا العالم اكو من قال الشكل واكو من ذب اللوم علينا احنا الشباب ان شاء الله نلاقيكم باستطلاع اخر كان معاكم حكم مكرم العبيدي في امان الله والعوجات والبيوت واحنا نتجول معانا ونقول امثالنا وندوق على قصصه وامثالنا ما تحلى الا بمناطقنا القديمه وخصوصا مثلنا يقول شباط ولباط وتيهوا علينا الحساب خلينا نغشع منو راح يعرف قصه هذا المثل وراح يقلدنا هي خليكم معنا جولتنا بباب السراي وسوق العقد ومثلنا اللي راح نقوله وراح نغشع منه اللي راح يعرف قصته معانا الاخ
يا اهلا وسهلا. رمضان كريم. رمضان كريم، كل عام وانتم بألف خير. وانت بخير يا رب. الله يحفظك. حسين شندالة. اخ حسين. نعم. اخ حسين، شلونك على رمضان؟ والله الف الحمد لله يا ربي، الاجواء جيده والحمد لله مرتاحين وبخير ويا اهلا وسهلا. شلون اجواء رمضان عندك؟ والله مليحه بالبيت، الوضع، الصوم، النرفزة آخر الفطور، شلوني؟ مليح مليح الحمد لله، والله ماشي الحال. الحمد لله. أنت أشقد تلاحظ نسبة التغيير اللي صايرة بالعقودات أو بالناس اللي هسا عاد تطلب العقد أو بال... يعني خلينا نقول نسبة الفيكات اللي دخلت؟ هي الفيكات اللي دخلت يعني صارت وغل التحرير. اللي كان قبل التحرير يعني كانت بشغلات مرتبة، شغلات درجة أولى. إحنا يعني أقدم محل سبق العقد هو أقدم محل محل أشقر. صار كم؟ صارنا أكثر من 50 سنة. أكثر من 50 سنة يعني وافدتم كل العقودات الأنواع. أنا والدي حج عيات شندالة هو من أقدم واحد بشغلات العقد من باب الصراي. إحنا من قبل يعني من قبل 2014 يعني عندنا الموديلات من آخر شيء، يعني كله نجيب من الخارج، من الصين ومن دبي ومن تركيا ومن كثير أماكن. زين أخ حسين العفو، نعم. أشقد تلاحظ نسبة الناس اللي رجعت تدوغ على القديم؟ نسبة الناس يعني تقريبا أكثر من 50%. الناس تريد لها تحفيات، تريد لها زجاجيات، يعني تريد موديلات قديمة. بس هسه هي نزلت موديلات الجديدة، ناس تدور لها يعني فيكات، والله يعني شغلات كلها فيك يعني. زين اخ حسين، الاسعار مالتكم يعني الأسعار متناول الكل؟ الاسعار يعني يبدي من الكاسب اقل 1000 1500 2000 دينار يعني حد اللي 14 15 ألف. انا عندي يعني حد 14 15 ألف. الله يرزقكم يا رب ان شاء الله. ثقيل ومرتب. الله يرزقكم. اخ حسين عندي مثل. نعم. راح اقول لك هو. نعم. وانت راح تقول لي قصته لهذا المثل. نعم. المثل مالي يقول شباط ولباط وتيهوا علينا الحساب. شباط ولباط تيهوا علينا الحساب، اكيد سمعوا لهذا المثل. شباط يعني تيه الحساب، تيهوا علي شباط ولباط وتيهوا علينا الحساب. والله يعني اللي صار انه احنا الاكثريه ما يعرفون هذا المثل، مع العلم احنا عاصرنا اجدادنا وابهاتنا. ما هو المثل صعب انه، بس تابع حلقتنا وخليك معانا حتى تعرف قصه هذا المثل. بارك الله فيك. رمضان كريم. الله يحفظك ان شاء الله. علينا وعليكم ان شاء الله. والله جذبني المحل مالتك. ايش عجب محلك نص اهل العقد؟ والله واحنا من زمان هذه الشغله هون موجوده عندنا هون. كان اصلا كانت المحلات كلها بيها خياطين وبيها اهل الشرزات مشكله والبسه، فاحنا هذا من الاول الشكل. أنا شغلك. وأشون شغلك يعني هون؟ والله الحمد لله ماشي. يعني ماشي مع جماعة العقد؟ لو هي بس استندر إلا على العقد؟ لا لا ما شرط، بس إحنا وهون عندنا علاقات ما يحتاجوها بالنسبة لجماعة العرسان. يعني أنت المواد مالتك اللي جايبها كلها تقريبا اللي يحتاجوها جماعة العرسان والعقودات وتجهيز البيت؟ تجهيز البيت كامل موجود الآن. أنا عندي مثل راح أقول لك هو، انت راح تقول لي القصه مالتك. المثل مالك يقول شباط ولباط وتيهوا علينا الحساب. والله هذا المثل ما سمعوه انا من هوني. والله ما سمعوه. المعنى مالته والله مثل يعني واحد يريد فلان شيء فلان شيء فلان شيء وما هاي وخلط بين هذا الشيء بهذا الشيء. جيب لي هاي وجيب لي هاي وبعدين يروح يمشي معه. يروح يمشي كل شيء معه وتاهد علينا. وتاهد علينا. ايه. انت هسا انقطعتني نوعا ما المعنى مالته. ايه. بس تابع حلقاتنا حتى تغشى عشنا قصه الله. هذا مثلنا. ان شاء الله. شكرا جزيلا. ايه.
مهتم بتغطيتنا القصة المثل لها اليوم، ومع أحد المحلات اللي بباب السراي محلات العقد. خلي نغشع، رح يعرف قصة مثلنا إلا لا. رمضان كريم إن شاء الله يا ربي صحة وسلامة. أخبار رمضان معك؟ والله الحمد لله شكرا، ماشي بخير كريم الحمد لله. يعني هسه أنا أريد أسألك سؤال، بما أنه ننتهز الفرصة. نعم. أنه إحنا بمحل عقد، أخبار الشغل برمضان أشون شغلك؟ والله هي الشغل ماشي، بس دائما نحن يكون شغلة الأعراس تقل عندنا برمضان أقوى، يعني تكون ضعيفي بعد رمضان يجي الشغل أقوى عندنا. زين أشقد أكو فرق بين العقد مال هسه وعقد أيام زمان؟ والله عقد هسه عن أيام زمان فرق بينه، يعني هسه عقد إنه تحفيات وشغلات كلها ضخمة. قبل أيام زمان دوبا كانت التحفيات اعتيادية والكفية والكاسات الاعتيادية وحتتغلف. أكو بعد ناس تدوغ على هذا، يعني مثلا خاصة هسه الكل دا يحيي في الكلور المصلاوي يدوغون على هاي الشغلات. أكو كثير ناس من أهاليتنا اللي يجون يتبضعون من عندنا ياخذ له الطرفه، يعني للاقارب مالته انه ياخذ له الكيس اللي نعمل له هو الكفي القديم، هو كايام ما قبل كان يوزعون نفسه هو يقدمونه للناس. بعد اكو هاي خلعه اهل العغوص يودوها مال العقد بوحده تكون؟ هاي لازم موجوده، يعني لازم تكون الهديه هاي. نحن اسعدوني احنا معرض رياض الشيخ، كل شخص يشتغل مثلا كميه نعطينه هديه العغوص، هاي تبقى للعرسان، وهذه انه تكون مميزه عن شكل العقد اللي ياخذه. أخ العفو مصطفى رياض الشيخ، أخ مصطفى، أنا عندي مثل. نعم. راح أقل لك هو وأنت راح تقل لي قصة هذا المثل. نعم. المثل مالتي يقول شباط ولباط وتيهوا علينا الحساب. شباط ولباط تيهوا علينا الحساب. قصة هذا المثل تعرفه أنت المعنى؟ كن سمعت بينه؟ أنا كن سمعت بينه بس ما عارف معناته، يعني معنى يعني هو شيء قديم هذا، فسمع بينه بس ما أعرف معناته صراحة. والله يعني ما طول ما تعرف معناته، فإذا راح أخلي أستاذ ماهر يقل لنا قصة هذا المثل أشنو وأشنو المعنى مالته. نعم أستاذ ماهر. السلام عليكم. عليكم السلام. شو الصحة؟ كلنا هلا ماهر. أين هلا أستاذ؟ يا أهلا وسهلا. يوم جواكم كله ما أعراس. أستاذ ماهر الأخواني قلتوا له المثل، وهي أكثر من شخص أسأله على المثل يتفاجأ بينه ما يعرفه. نعم. يعني بحيث أنهم مين جبتي هذا المثل؟ ما سامعين بينه أبد، يعني أكو منهم أصلا ما سامعين بينه نهائيا، فياريت تقلي أشنو قصة هذا المثل. دائما نختار الأمثال المنسية اللي ما داولت الناس. نعم. نسيت يعني حتى في سبيل أن نحييها، ولهذا يعني كثير ناس ما يعرفون هاي الأمثال وما يعرفون قصتها. طبعا هو المعنى ماله يعني من واحد يغيد يمرر بكتشية تيه الحشبة على شخص كذا. القصة مال مثل هذا، كان اكو واحد تزوج، بعد ما تزوج هو شغلته لازم يعني خارج المدينة اللي هو بيها. لازم يسافر، إذا يسافر ما يوم يومين، لازم يبقى عدة أشهر، لأن قبل السفر كان مشقة يعني تكرمون عدو وماكو يعني. إيه. هذا زوج غاه تقريبا قضى له 3 أشهر. إيه. رجع، من رجع بالمحل طبعا بيتم بنهاية العوجي ما تطلع. إيه. يم بيتم الداخ وابو الطبل وغوشة. هذا جاء يم بيته وش عاكد ولاد يلعبون، قال لهم أشكو، قال لهم عمو ليش ما تعرف، قال لهم أشكو، قالوا جاك ولد، شو جاني ولد، الله عمو جاك ولد هذا، قالوا بالطبل سكت، والله سكت دفتين مشني السالفة. فات على مرته قال تعي درشع يا مغا، ايش نجاني ولد ليش يعني ايش قصة غنم الزوجين 3 أشهر ما صعنا، قالت لها رجعت بواحد عشك بيه أشنو 3 أشهر؟ أنت ما أجيب لك أمي وأبوي. أنت ديخ من الشغل وأنت تعبان أنت كذا، قال لا ساعة أنا ديخ تعبان، يلا حسبي لي يد أوشاع. فقعدت تحسب له، قلت له شباط والباط وبيطرة أش قصاه، قال لا هاي كاي تموز وهالموز وهالمزة أش قصاه، قعد 60. قلت له شاغل رحت بينه وشاغل رجعت بينه شغل هاي علينا، هاي اشقد حسبها، قال له والله مضبوط، قالت له هذا ايه 9، قال له قالت له هذا وثبتت الرؤية، قالت له ها
صار حسبي مضبوطه مليحه شيك بعد قال قالت دقه بالطبل دب. فهذه المثل يعني يقال يعني مثل ما ذكرت بالبدايه من يعني اشون مثل واحد يمرر فد يعني شلون مثلا اسمنا تروح على دائره معينه تشوفها فوضى نعم طوابير هوني طوابير هوني فمن تشوف هاي الفوضى عرف اكو فساد عرف اكو رشاوي نعم. في سبيل يتيهون الحسبي يتيهون يدوخون الشغل يدوخون واحنا ايش قصرنا تقريبا 23 سنه يعني اغنى بلد بالعالم اللي يعوم على بحيره محيط من النفط مو محيط من النفط من تسالم حيتان الفساد القلم وين فلوسنا قال لك هو ما تعرف كان احتلال تنظيم قاعده وداعش وماعش وكورونا وزمه اقتصادي وانخفاض يتيهوك بحيث الدوخ يا تقلم يابا الدولار 153 قال لك لا الدولار 132 ويابا ويلا 130 قال لك 132 الدولار بس قد هو 137 153 وهي يشتغلون 132 ايام هاي كلها هي على ما يشتغلون استاذنا العزيز هي هاي كلها يخترقوا لك الازمات يخترقوا لك الشغلات يوم ازمه وقود يوم كذا يوم كذا يوم حتى اشني يتيح علينا ودوخ الشعب اليوم استاذ ماهر انت عملت لنا ازمه بالمثل بحيث انه الكل ما عرفوا فاليوم انت ازمت مع الحكومه علينا ما عرفنا ازمت احنا نربط الاستاذ انه جانا بمثل حلو نحن كصغار سن ما سامع بينه من كبارنا صراحه بس لا بس اكو كثير يعني باعمارك ما سامعين بالمثل فعليا نحن بقل اللي عايش مع الكبار بالعمر يعرف فيها انه كنت سمع هذه كنت سمعته بينه بس ايش لي تكملته ايش لي قصته معه بس هوني عنا استفاد من استاذنا العزيز انه علمنا ان ايش لي هو المثل ايش لي تفاسيره فسر لنا هو مثل ما هو نشكره ونشكر زيارتكم سوقنا ورمضان كريم على الجميع ان شاء الله ينعاد علينا وعلى أمة محمد بالخير والبركة إن شاء الله أستاذ ماهر عاشت إيدك ورمضان كريم وكل رمضان وقصة مثل أنت موجود أعزائي المشاهدين هسه وصلنا لنهاية فقرتنا لهذا اليوم من قصة مثل خليكم معنا بحلقة جديدة وأمثال جديدة قصة مثل نعود مرة أخرى وفقرة حكاية لها تاريخ. طبعا انتهينا بالجزء الأول من حكاية بالفقرة السابقة عندما قام أحمد شاهين بسحل الشقاوة جلمون وزدته بالماء بعد ما ألقانه بالماء رجع على النفق أو الخندق اللي هو خندق على شكل النفق اللي نام بينه كان جلمون واللي أصبح هذا النفق بينه الكنز الثمين اللي رات الذهبية اللي كان يصمدها جلمود تحت الصخرة فقام بنى الفوهة مال النفق أو الباب مال النفق حتى ما حد يفوت جوا وما حد يعرف أشكو بهاي المكان إضافة لهذا جاب بعض الأحجار والغم اللي خلاه أمام الباب حتى لا حد يعرف بأنه أو يشك بأنه هاي المكان بيفت شيء نرجع على زهية ووالدتها طبعا زهية أما وصلت مرحلة بأنه تعبت أو صار يعني عنده نوع من العجز أو الأمراض فبعد ما تطيق تروح تغسل ملابس على الشط لأن هي شغلتها مثل ما عرفتم بأنه تأخذ الملابس من العالم أو من الناس
وتروح تغسلها، يعني هي كمصدر رزق لها ولبنتها. فلما تعبت بعد ما تطيق تروح، وطبعا ماكو سبيل امامها غير بانه غير هاي الشغله وما عندها اي شغله، وما تطيق تخلي بنتها زهيه، لان بنتها زهيه بعدها يعني صغيره وايضا حلوه، فتخاف عليها ما تطيق تخليها تروح بوحدها. فاستعانت بجارتها اللي هي اسمها فرحانه، فهي تثق بجارتها ثقه مطلقه وثقه عمياء، وايضا جارتها اخلاقها عاليه وتثق بها. فطلبت منها بانه ترافقها بنتها من تروح، يعني تروح على الماي، من تروح هي ايضا لان هي فرحانه ايضا تروح تغسل ملابس، فتاخذها معاها وترجعها معاها وتكون تحت رقابتها. فوافقت فرحانه اللي هي جيرانها بانه دائما تروح معاها، واستمروا على هذا الحال. كل ما تروح تاخذ ملابس زهية ايضا يجمعون الملابس مال المنطقه ومال الجيران، تاخذها معاهم ويروحون على الشغل. طبعا احمد الشاهين ينتهز الفرصه او اي ظرف معين في سبيل ان يغيد يحكي مع زهية، لان لحد الان العلاقه بس مجرد تبادل النظرات، لكن ما عاد تجينه هذه الفرصه. فلما فرحانة هي اللي قامت ترافق زهية، وأما بعد ما ترافقها فصار الأمر أكثر صعوبة، لأن فرحانة قامت تشدد، يعني ما تنطي مجال أي مجال أي فسحة لزهية ولأي أحد يعني يتكلم معها. فيوم من الأيام جو يعني النساء ومن ضمنهم فرحانة وزهية يعبون الجسر، لأن مثل ما قلنا لكم بأنه هذول يعبون الجسر الخشبي على الجهة اليمنى، لأن البلدية منعوهم ما يخلوهم بالجهة اليسرى يغسلون. كان الجسر كان السيب، ما قلنا لكم دائما الجسر يسمونه جسر المسيب أو جسر المهزوم، لأن من يجي راش قوي ينقطع الجسر ويسيب، فبعد ما يتقون يعبون، فاضطروا أن يغسلون بالجهة اليسرى. هوني منك هو كان أحمد شاهين أيضا كان يتابعهم، لأن على طول من يجون يجي وراهم أو يتابعهم ولا بالجهة اليسرى البلدية منعوهم. طبعا البلدية بس جماعة جوفة البقارة النساء ما كانوا يطيقون يمنعوهم، وجوفة البقارة كانوا يغسلون الصوف مع المتعهد، هذول يغسلونه ويطلعون المتعهد متفقين معهم حتى يصدرونه خارج العراق. فالبلدية كان طلعوا أمر أو فرمان بأنه بس الصوف مسموح للمسموح اللي يغسل صوف، أما الملابس والمواعين ممنوع أحد يغسلها بالماء. هو المسألة يخافون من عندهم، لأن هذول شوية نسوانهم إخواي، فلما يجون عليهم البلدية يطلعون يقاتلون معاهم ويزفوهم، وكان يطلعون الهزوجة بأنه يقولون حسن نفخ ذاك الصوب اسمع يا مدير البلدية. فبس كانوا يطيقون على ذولي النسوان اللي كانوا يجون يغسلون. فمن جو البلدية عليهم أخذوا الخويطير مالهم زتوها بالماء، لأن بأنه ممنوع بأنه أحد يغسل بهاي الجهة. ففرحانة وزهية انقهروا حيل، قاموا يبكون. فأشعل من الشاهين قال هاي خوش فرصة، نزل على الماي، راح جاب خاطورين وطلع. طبعا كانت بيغدي الدنيا وثلج. المهم من طلع عطى الخاطور الفرحانة وخاطور لزهية، فهذول كيفوا. فهوني صارت فرصة بأن يبني علاقة أو تتطور العلاقة بينه وبين زهية، واستمرت العلاقة بأنه دائما مع كل ما يجون يقعد يحكي معاه. بس كانت فرحانة يعني تراقبهم عن كثب. يوم من الأيام كان الجو كلش بيغل، والجو يعني ثلج، يعني وصل لدرجة الاندماج تحت الصفر. أحمد الشاهين كان ذاك اليوم مخمور وجاي تالي الليل،
جاء على البيت وانتم مثل ما قلنا لكم بالقسم الاول او الجزء الاول بانه والده ينام بالطابق الثاني، فهو نزل على السرداب تذكر امه وش عم ملابسها وش والده كان يتعامل معاها بقسوه وكذا، فطلع بالحوش وقام يصيح على والده ويسبه ويهينه، والده من سمع نزل علينا ركض وصارت ملاسنه بيناتهم وصار ضغط بيناتهم، فوالده طلع بغى الجندرمه والشرطه كانوا يهتموا ليشان اشكوا، ايضا العالم كان طلعوا دين نص الليل، فقلم لذول الجندرمه قلم هذا عيلط علي وعيضغبني وكذا، فمسكونه واخذونه بتهمه عقوق الوالدين، فاخذونه ودونه على القلب، هو بالطريق انهزم من عندهم، فلحقوا وغانوا طبعا الموصل بها سور، فهو شباب قمز على السور وقلب، فطلعوا من فوق السور يضربونه بالبرنودوني ليل، ما طاقوا علينا هو راح ركض ويصب ختل، ختل جوا الجسر الخشبي طرفون الجسر الخشبي كله زوارق، فختل بذيك المكان يعني نزل بالماء والدنيا كانت ثلج وبيغدي، الا بعد ما كفوا عنه وبعد ما يرمون وسحبوا طلع، طبعا جسمه كان جمد من الماء من البغد كان جوا بالماء، فزحلق بنقرة والنقرة أيضا كلها ثلج، وهاي صار تقريبا بداية ما يصير وتش الصبح أو الغبشي، فلما وقع بالنقرة يعني وصل درجة بأنه يعني مثل فقد الوعي وجسمه صار جامد، بهاي الفترة كانوا يجون السقايين ينزلون على الماء حتى يأخذون ماء، فهذا السقا اسمه إسماعيل اللي هو عم ملا عثمان الموصلي، وبعدين راح نربط لكم هاي الشخصيات بالحلقات الاخرى. المهم هذا السقا مغشعوا بالنقره وغشعوا تقريبا حيلفظ انفاسه الاخيره راسا شالوا، بس مغشعوا عرفوا احمد الشاهين ويعرف هاي التصرفات اللي يسمونه حتريش، بس قال مع هذا هاي شغله انسانيه خلي اخلصه، فأخذوا راسن تكرمون ركبوا معانه على البغل ودانوا على البيت، بيته يم الأقليعات بمنطقة اسمها النقيرة، النقيرة يسموها النقيرة لأن بها مثل الحفر منحدرة بل هي متداخلة مع الأقليعات، ففوتوا على البيت شعلوا له منقل فحم جابوا له فحمايات كبار، مرت إسماعيل السقة راحت على جيرانهم جابت له سطل حليب خلتها على الفحم، حموله حليب شغبونه شوية قام يتحرك جسمه، فهذا إسماعيل يعني قال أنا هذا إلى متى يعني راح يظل هوني، لأن ما عنده حد بالبيت بس زوجته ومرته عنده طفل صغير، فأشون راح لأن مريض وكذا، فبعث ابنه على شيخ جليل، شيخ جليل عنده تكية قريبة على الجامع الأموي، بعث ابنه قال له بس روح صيح لي شيخ عبد الجليل، فراح ابنه على التكية مع عبد الجليل، جاء عبد الجليل، فعبد الجليل وشعوا أيضا عرفوا هذا ابن أحمد الشاهين، فحكى له إسماعيل السقة الشغلة، وبهالأثناء هو تقريبا يعني ما وعي على نفسه قام يتحرك وكذا، فحكى معانه شيخ عبد الجليل قال له أنت ليش هالشكل شقاوة وقطع طرق وهاي، فأحمد الشاهين حكى له قصته مع أبونه وشون كان أبونه هو السبب وكذا، وهاي الشغلات اللي كان يعملها هي كانت رد فعل، فالشيخ عبد الجليل قال له أنا راح أجيبك، لأن قال له أنا بعد ما أطيق أرجع على بيتنا، فالشيخ عبد الجليل قال له أنا راح أجيبك بالتكية تنام غادي وتخدم التكية بس بشرط يعني ترجع إلى الله وتتوب، قال له والله أنا من بعد هذا الشيء صار بي وكذا أنا راح أتوب وأرجع لله، وأيضا السقة إسماعيل قال له أنت راح أشغلك معاي تشتغل معاي وتبقى تبات بالتكية وتمشي أمورك، فوافق فراح بالتكية انقلب 360 درجة من إنسان شرير إلى إنسان مستقيم، صوم وصلاة ويخدم التكية والناس اللي يجون بالتكية. طبعا احنا راح نتوقف الى هذا الحد في هذا الجزء من الحكايه،
حتى نكمل الجزء الثالث في الحلقة الجاية إن شاء الله. أهلا بكم أعزائي المشاهدين وفقرة حكاوي مقاهي. طبعا الحكاية اللي راح نحكيها هي حكاية موصلية قديمة. كانك وحدي جت على القاضي، هاي قبل أيام زمان، طلبت من القاضي أن يطلقها من زوجها. فالقاضي سألها قال له أشنو السبب اللي يخليك تريدين تطلبين الطلاق والتفريق من زوجك؟ قالت له والله غلط علي. قال له يعني أول مرة يغلط عليك؟ لو عدة مرات غلط عليك؟ قالت لا والله بس هاي المرة. قال له مرة واحدة غلط عليك تريدين الطلقين؟ قالت له ايه ما طول غلط علي انا ما اقبل، لازم اطلقه، ولان هذا اليوم غلط علي غدا يضربني غدا كذا كذا. المهم القاضي قال له ليش ما نجيبكم ونصيلحكم؟ قالت له ابد. قال له تريدين اجيبه واحكي معانه ورزله حتى واخذ منه تعال حتى مرت الاخ لا يعملها؟ قالت له ابد. قال له زين عندك شهود؟ قالت له والله ما عندي شهود. قال له ماكو، يا بس شغله وحدي، اذا عملتيها انا اخليك تتطلقين من زوجك. قالت له اشني؟ قال له تروحين تجيبين نسوان اثنين من منطقتكم يجون يوافقون على طلاقي. هاي استغربت، يعني طلب غريب. قالت له اش يعني عليش اجيب نسوان اثنين؟ لان هذول لا شهود. قال انا ما عندي غير شهود، ما شهود، بس يجون يعني للمحكمة يقول احنا موافقين. ايش لما قلت علاقة؟ علاقة ما لها علاقة، انا هذا الطلب مالي وانا قاضي، انت تعلميني شغلي؟ قالت له بسيطة، على هاي الشغلة بسيطة. المهم رجعت فراحت على بيت جيرانه، دقت الباب، فاتت عند المهم، فقلت له انا هالشكل اريد اطلق زوجي وكذا، والقاضي طلب مني انا اجيب اثنين وانت جيراننا حايط على الحائط فبلكي تجين. فهي قلت له يا معوده تستهدي بالرحمن، حتى لو غلط يجوز حاله عصبيه ضغوط شغل يعني امور ضغطت علينا. قلت له لا ابد انا لازم اطلقه. قلت له لكن لو اشرح لك انا وضعي مع زوجي. قلت لزوجي يلعب قمار يوميا سهران بالليل، وخسرنا لك والماكو، واسع بيتنا مرهون، واقول له يا ابو بطل هاي الشغله، يقول لا لازم ارجع الفلوس الغاحت، دمرنا ودمر مستقبلي ومستقبل اطفالي، وانت يعني بالنسبة لك يعني هذا زوجك حسب ما نعرفه خوش إنسان، والمحلي كله تمدح بينه، ومن يطلع مدنقر غاسه يعني، حتى لو كان غلط عليك يعني هو لو ما قلبه على لسانه ما كان يعني هالشكل، يعني قلبه طيب ما كان حكى هذا الحكي ولا كان غلط. فقلت له وحي تفهمي معانه، لا سدين هذا الباب ما التفاهم تغلقين وتعندين، دحكي أنا وضع شونه. المهم ما قلت له أنا أريدك تجين، إذا ما تجين دوا على غيرك. قلت له والله أنا ما أجي. المهم راحت على ثاني وحدي هم، قلت له بلكي هالشكل تجين.
هم قلت لها هاي استغربت، قلت لها هذا فلان خوش انسان وكذا ومعروف بالمنطقه يعني على مود غلطه بسيطه هالشكل. قلت لها لا انا مخفي لازم اطلقه ابد ما ابقى معانه. قلت لها يوم تعالي ساعي وضعي انا هذا زوجي يوميا عاشق وحدي ويوميا مع وحدي وعيفني. قلت لها ايش عتقولين؟ قلت لها والله ايش يشتغل زوجي؟ قالت لي زوجي يشتغل تاجر. قلت له مع العلم يعني انت حلوه ومرتبه؟ قلت له والله ما مقصره معانه، والذهب له والزين ورتب له، بس ما يبطل هاي الشغله. انا اريده يعني يبقى معاي كذا عيفني. ترشعينه يشاقه مع النسوان ومع البنات ومعاي، ترشعينه بالبيت ثقيل ومعاملته كذا. فانت شغلتك بسيطه يا معوده، امسحيها خليها بالخرج، روحي رجعي على زوجكي، هاي الشغلة بسيطة جدا. فهاي اقتنعت بالشغلة فرجعت على القاضي، قالت القاضي أنا بطلته بعد ما أريد أطلق زوجي. فالقاضي قام يضحك، قال أنا ليش بعثتوكي على النسوان؟ حتى تعرفين مصيبة غيركي وترضين بواقعكي. فالباب التفاهم بينكي وبين زوجكي لا بأدنى مشكلة وأدنى قضية أدنى زلة تغلقين هذا الباب، فخلوا الباب مفتوح. فهاي هي الرسالة من هذه الحكاية، ودمتم سالمين.